طلع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى أيده الله بزيارة إلى المحافظة الجنوبية وإطلاق اسم مدينة خليفة على مشاريع المدينة الجنوبية الإسكانية التي تجمع عسكر وجو والدور وضواحيها بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لشرف عظيم أن تحظى المحافظة الجنوبية بزيارة جلالتكم، يرعاكم الله، فحللتم أهلا وسهلا. وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى أيده الله بإلقاء كلمة بمناسبة هذه الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لمناسبة عزيزة أن نلتقي بكم في رحاب محافظة العز والمجد، حيث زرع فيها أجدادنا وأبائنا العظام بذور حضارتنا الإنسانية التي تترجمها اليوم نهضة شاملة تحمل في كل محطاتها العرفان الجميل لتلك السواعد والقامات الشامخة. إن اجتماعنا المبارك معكم يرنو إلى مستقبل واعد يستمد عزمه وقوته من إرث عريق عرفنا فيه معاني النصر والعزة، واقتبسنا منه دروس القيادة وإدارة الدولة العصرية بمشاركة ومشاورة أهلنا المواطنين الكرام المخلصين الذين لم يترددوا يوماً بأن يضحوا
بكل قال ونفيس للحفاظ على ذلك الإرث، وكما أعطت مدن وضواحي المحافظة الجنوبية فإن عطاء بلادنا في المقابل لن يتوقف، ونجد شواهد ذلك في مستويات التنمية الرفيعة التي تتمتع بها كافة مناطق المحافظة في سياق ما تحظى به جميع مدن البحرين من تطور، وفي ظل ما نطمح له ونوجه به لتستمر مبادرات التجديد لخدمة المواطنين الأعزاء وإسعادهم. ومن دواعي سرورنا ونحن نفتتح معكم هذه المدينة الواعدة أن نعلن تسميتها باسم مدينة خليفة. والتي تجمع عسكر وجو والدور وضواحيها تيمنا باسم صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله، وتقديرا لإنجازاته الكبيرة ومساهماته القيمة المتواصلة من خلال عمله المبارك في خدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه. ولا نجد في مثل هذه المناسبات الجميلة التي تجمعنا بكم إلا أن نتوجه بالتقدير والامتنان لمواقفكم المشرفة وتأييدكم الدائم لتوجهات البحرين في صون أمنها وحفظ مكتسباتها وبما يقوي نسيجها الاجتماعي الحاضن لقيم إنسانية وعادات أصيلة، سنحرص على إبقائها حاضرة في وجداننا الوطني. وختاما نحمد الله على انتصار إرادة الخير والإصلاح في بلادنا واستمرار مسيرة الوحدة الوطنية التي نعتبرها سياج الوطن، داعين المولى عز وجل أن ينصر كافة قضايانا العادلة ويثبت على طريق الحق أقدامنا. إنه سميع الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف الآن سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بإلقاء هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعظيم الشرف وبالغ الاعتزاز أن أقف اليوم أمام مقام جلالتكم السامي حفظكم الله ورعاكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أهالي المحافظة الجنوبية لأعبر فيه عن غاية سعادتنا الغامرة وفرحتنا المطلقة بقدوم جلالتكم الميمون لأرض محافظة جلالتكم العامرة الزاهرة بالخير وسط ربوع أهالي ما عرفوا إلا ولاء ولا انتماء إلا لراية قيادتكم الحكيمة، شاكرين لجلالتكم إطلاق اسم سيدي صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على هذا المشروع
الإسكاني الكبير، وهي لفتة كريمة من جلالتكم للدور الكبير لسيدي صاحب السمو رئيس الوزراء ومكانته الرفيعة في قلوب جميع أبناء البحرين. إن تشريف جلالتكم لنا اليوم شرف عظيم لا يعلوه شرف، ووسام فخر نكن له الكثير من التبجيل والافتخار. ونحن في هذه الأيام المباركة المجيدة التي تمثل أروع المعاني العزة والكرامة لمجد وطن أنتم يا سيدي عنوانه. سيدي جلالة الملك المفدى، إن المحافظة الجنوبية بفضل قيادة جلالتكم الحكيمة السديدة وبجهود صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعدة الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تشهد خطوات تنموية رائدة نالت جميع المجالات والأصعدة التي أحدثت نقلة نوعية متميزة فريدة في الخدمات والمشاريع بشتى أنواعها، لتكون الشريان الأساسي والقلب النابض لعجلة الاقتصاد والتنمية في مملكة البحرين. سيدي صاحب الجلالة، إن حكومتكم الموقرة برئاسة صاحب السمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حريصة على تنفيذ رؤى وتطلعات جلالتكم، فالمحافظة الجنوبية تشهد العديد من المشاريع التنموية الحيوية البارزة التي تخدم المواطنين، منها مدينة إسكانية متكاملة تعد الأولى والفريدة من نوعها، وهي كما تفضلتم جلالتكم بإطلاق اسم سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه الله عليها، وكذلك إقامة أول مدرسة نموذجية شاملة في قرية جو. وفي المجال الصحي نشهد قرب الانتهاء من مستشفى الشيخ محمد بن خليفة للقلب في العوالي، وسيتم بإذن الله افتتاح مركز الكلى في الرفاع، كما أن جزر حوار مقبلة على مشاريع سياحية تطويرية عديدة لما تملكه من مقومات طبيعية متميزة. هذه الإنجازات في المحافظة الجنوبية سيدي يسهر على أمنها واستقرارها رجالكم رجال الأمن البواسل بقيادة الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، كما أننا نحرص في المحافظة الجنوبية على تعزيز الشراكة بيننا وبين مديرية الشرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية نحو هدف واحد وجهود عمل موحدة غايتها تنفيذ توجيهاتكم لخدمة وحماية أهالي المحافظة وتلبية احتياجاتهم مع مختلف الجهات المعنية. سيدي صاحب الجلالة، إن القدوم الميمون لجلالتكم شرف عظيم لنا تتجسد فيه المكانة المتميزة للمحافظة الجنوبية لما تزخر به المحافظة من شواهد ومعالم تاريخية أثرية لها من الإرث والتاريخ لأسرة آل خليفة الكرام، نقرأ فيها العزة والشموخ انطلاقاً من رفاع العز وصولاً إلى جنوبية التاريخ والأصالة. سيدي عاهل البلاد المفدى، باسمي وباسم جميع أهالي المحافظة الجنوبية نجدد لجلالتكم الولاء والبيعة، ونعاهدكم بأننا ماضون على الوعد تحت راية جلالتكم مرخصين الغالي والنفيس لخدمة الوطن والمواطنين. اسمحوا لجلالتكم أن أشكر مقام جلالتكم الكريم على تشريفكم لنا، ثم أشكر الجهات الحكومية على دورهم البارز في الإعداد لهذا الحفل الكبير، وأخص بالشكر وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الإعلام ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. حفظ الله جلالتكم وأمدكم بالعون والتوفيق وأيدكم بالنصر والتمكين، وتقبلوا جلالتكم مني ومن أبناء المحافظة الجنوبية خالص الاحترام والامتنان والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكلمة التالية يتشرف بإلقائها أمام جلالتكم سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى أيده الله، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمزيد من الفخر والاعتزاز أقف أمام جلالتكم في هذا اليوم المبارك لنشهد استحقاقاً إسكانياً يضاف إلى مسيرة المكتسبات التي تحققت في عهد جلالتكم الزاهر، رافعاً إلى جلالتكم أسمى آيات الشكر والعرفان على تفضلكم بإطلاق مسمى مدينة خليفة على هذا المشروع المبارك، تيمناً بنجاح الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في إدارة الملف الإسكاني، وهو المشروع الذي يمثل خطوة هامة في رحلة وزارة الإسكان نحو تنفيذ أمر جلالتكم السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية. وإذ نستذكر يا صاحب الجلالة بهذه المناسبة تفضل جلالتكم في عام 1964 بوضع حجر الأساس لمشروع شرق عسكر، والذي يمثل انطلاقة المشاريع الإسكانية التي شملت بعد ذلك مختلف محافظات وقرى المملكة. وها نحن اليوم نشهد المرحلة الأولى من مدينة خليفة والتي ستضم عسكر إلى جو وإلى الدور وضواحيها الجديدة. سيدي صاحب الجلالة، إن مسيرتي أكثر من 5 عقود من العطاء والإنجاز في توفير الخدمات الإسكانية تقف شاهداً على اهتمام القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين بهدف رفع مستوى معيشة المواطن البحريني وضمان استقراره، وهي الأهداف التي تلقى دائماً أولوية في توجيهات جلالتكم السامية. ولقد شهد عهدكم الزاهر يا صاحب الجلالة العديد من المكتسبات الإسكانية التي آلت إلى تنفيذ وتوزيع آلاف الطلبات خلال السنوات الماضية، محققة الاستقرار لآلاف الأسر البحرينية في مختلف أرجاء المملكة، كما شهد استحداث مبادرات وحلول مبتكرة أسهمت في تنويع الحلول والخيارات الإسكانية أمام المواطنين البحرينيين من ذوي الطلبات الإسكانية، وهي المبادرات التي لاقت رواجاً وإقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، كما حرصت الحكومة الموقرة على البدء في تنفيذ 5 مدن جديدة تضاف إلى مدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد، باعتبار أن تنفيذ تلك المدن يمثل أحد الحلول القادرة على استيعاب آلاف الطلبات من مختلف المحافظات، لتقدم المملكة بذلك تجربة حافلة في معالجة الملف الإسكاني. وأود في هذا المقام أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يحظى به الملف الإسكاني من دعم واهتمام كبير من سموهم حفظهم الله، كان له الأثر الكبير في تحقيق نسب إنجاز عالية بالمشاريع الإسكانية.
سيدي صاحب الجلالة، إن مدينة خليفة والتي سوف تستوعب بعد اكتمالها 50,000 نسمة خير شاهد على النهج الجديد في تصميم المدن الإسكانية من حيث النمط المعماري للوحدات السكنية أو تخطيط الطرق ونظام المواصلات أو جودة المرافق والخدمات الشاملة كالمراكز والمجمعات التجارية والمنشآت الصحية والأندية والمراكز الشبابية. سيدي صاحب الجلالة، إن مستقبل السكن الاجتماعي في مملكة البحرين يبقى آمناً بفضل رعاية جلالتكم السامية وبفضل دعم وحسن تخطيط وإدارة الحكومة الموقرة الملف الإسكاني. ونحن في وزارة الإسكان سنبقى حريصين على استكمال هذه المسيرة بمبادرات وحلول مستدامة بما يحقق رؤية جلالتكم ويؤكد رعايتكم السامية لهذا الملف. وفي الختام أدعو المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ذخراً وعزاً لهذا الوطن، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرفعة والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللشعر موقع في حضرة جلالة الملك المفدى، فبمناسبة زيارتكم الكريمة يا سيدي، هذه قصيدة مسجلة للمغفور له الشيخ خالد بن محمد بن عبد الله آل خليفة، إلقاء يوسف البوفلاسة. قال الخليفي من ضميره مناضيل، مثايل تشفي النفوس العليلة، البارحة يوم الخلايق مهاجيد، برق سرى هاش الكرى عن هضيلة، وفزت من نومي حلومي سراهيل، وباح العزا وبديت قاصي الدخيلة، في حسبة السبعين لسهيل توكيد، بدر السماك اللي يمزونه ثقيلة، ينشي علم مصليم والضلع ويهيد، وليسق الرمل تجاذب مخيلة، واجنب وارحب فوق دار الاجاويد، فوق الرفاع بلاد نور القبيلة، وجو الحنيني ونلمة وغبة نثيلة، ويسيل وادي السيل للسهل ويزيد، ومن حم وجري السيل يقلب صليلة، واسقى الوطى الغربي وسيل محاشيل، وديان دور مبارك اللي جميلة، من سافره أضفه على القار ورشيد، واجنب مع رفه حشاد مسيلة، وام الرمل سالت شمال مع الريد، تاخذ 3 أيام منكف سيلة، وفوق الصخير ارحب وجاب المجاهيد، وفيض مع الضبعة وخرب عديلة، واجنب على جو يدر له تراعيد، واسقى مقر الشيخ عز القبيلة، واجنب على جو العمر ملعب الغيد، دار البناخي جعلي تسقى المخيلة، والمرخ مع مرشد سقته الهداهيد، واضفه على سيف الجزائر شليلة، وحدر على الدخان سحب تفاريد، واروى رمامين الجبل من هليلة، وشرق وأسقه من مغاميد، هم صينعات من النفل والنفيلة، وابن نمر والقارة وذيك القراهيد، وحدر على جو الحفيرة هميلة، والشبك والغينة رماله ملابيد، ومن زود صداق الوبل من هطيلة، وجو الرميثة نازح للمناهيد، ذيك الحزوم المشرفات الطويلة، وادي الحباري سايل له تفاريد،
وادي علي يدوي وتسمع صهيله، منزل حمد الأطام روس الأضاديد، حر النداوي سعد منه يشيله، وياخذ على لم الطله يوم ويزيد، وياخذ على الصمان يوم وليله، ومن فوق ابو نيشان يريض ويهيد، وينذر على جو العقيله هميله، ويرخي هماليله على جري بن زيد، ويسحب على الدوام طارف شليله، وياخذ على عسكر ضحك انه العيد، وياخذ على حي المباريك ليله، داري عسى دب الدهر فاله سعيد، وعسى عداها دايم في خذيله، ديرة بني وايل قروم صناديد، بني خليفة حيهم من قبيلة، ديرة بني وايل قروم صناديد، بني خليفة حيهم من قبيلة. صاحب الجلالة، في عهدكم الزاهر ومن منطلق قناعاتها الراسخة في المساهمة الفاعلة في العمل الوطني، قامت المحافظة الجنوبية بمجموعة من المبادرات التي تشكل اليوم إنجازات جلية على عدة أصعدة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخيرية. اسمحوا لنا يا سيدي أن ندعوكم ممتنين لمشاهدة هذا الفيلم التسجيلي الذي يحكي تاريخ المحافظة الجنوبية ويبرز إنجازاتها. يشكل دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رافداً أساسياً لما تحظى به المحافظة الجنوبية من نمو وازدهار، وما حققته من إنجازات بفضل متابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والذي يحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية. ومن لدني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المشاريع الحيوية التي تهم مواطني المحافظة الجنوبية. أولت القيادة الحكيمة من خلال الزيارات الكريمة والرعاية المستمرة للمحافظة الجنوبية أهمية كبيرة بها، إلى جانب باقي المحافظات يقابلهم تقدير كبير من أهالي المحافظة الجنوبية الذين يؤكدون على ولائهم وإخلاصهم واعتزازهم بما تحقق في عهد جلالة الملك المفدى الزاهر في تطور وتقدم ونماء في حياة المواطنين. وتتميز المحافظة الجنوبية بالمرافق التاريخية الشاهدة على أصالة هذه المنطقة وتاريخها العريق في الذود والدفاع عن أرض البحرين، وتشهد قلعة سلمان بن أحمد الفاتح والمتحف العسكري الملحق بالقلعة على دور قوة دفاع البحرين في الدفاع عن أرض الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وإنجازاته. يشكل الأمن والاستقرار شرطاً أساسياً لتهيئة أجواء التنمية والتطوير والبناء، وهذا ما تحرص عليه أجهزة الأمن في البحرين وفي المحافظة الجنوبية بالتحديد. تشهد المنشآت والإنجازات الأمنية على الدور الكبير الذي تبذله وزارة الداخلية ورجال أمننا البواسل في المحافظة على الأمن والاستقرار. ترتدي المحافظة الجنوبية اليوم أبهى حللها بهذه الزيارة الميمونة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وتمثل هذه الزيارة دافعاً لنا جميعاً لبذل الجهد والتعاون في النهوض بالمحافظة الجنوبية والوصول إلى أرقى مراتب التطور من خلال التعاون المتبادل مع المواطنين.
الملك حيلان خبر مشي نقش فوق الرمال وعزم الجية تهانت عاريات العز في دربك يا ابو سلمان تهانت عاريات العز في دربك يا ابو سلمان يا خيال الجياد العرب نوماس الفروسية معك معك يا ابو علي تطلق عنان الجود والإحسان ابو عيسى معه تسري لا صايل والفخر حي سماك وأرضك البحرين بمرقابك نشوف العز وفي وكرك شموخ الدين نشوف الغد بعيونك ملكنا وانت بانين ينوف الطيب أحرار الوطن ويقوده من سنين ينوف الطيب أحرار الوطن ويقوده من سنين قيادة أمس وحاضر وطن زانت مراقية نصيف اللي وسط يمناك زان ولاح وغمدك عهدك الزاهر تعزويت سنة ضية ايا سيفن دفاعك للوطن مصقول وفضاح تباها بأحمد الفاتح تاريخ الخليفية نلبي سيدي أمرك نلبي والدروع أرواح تحزمنا بأمجاد الفخر برضى الجنوبية
وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم إن مدينة خليفة على موعد مع صرح مدرسي كبير، وهي المدرسة الشاملة التي ستخدم جميع المراحل الدراسية، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغا في المسيرة التنموية للبلاد. اليوم يوم تاريخي في المحافظة الجنوبية عندما تشرفت بزيارة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، واليوم تم تدشين هذا المشروع الإسكاني الكبير الذي يأتي تجسيدا لاهتمام جلالته حفظه الله، الذي يؤكد دائما على أهمية توفير الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية للمواطنين، كون المواطن يشغل اهتماما كبيرا عند جلالته حفظه الله ورعاه. والله الحمد مسيرة التنمية اليوم في البحرين متطورة انطلاقا من هذه التوجيهات الكريمة. وأنتم أيضا استمعتم في الكلمة التي أشار إليها المحافظ سمو محافظ المحافظة الجنوبية عندما تطرق إلى المدرسة الشاملة التي تعتبر أول مدرسة في تاريخ مملكة البحرين من حيث الحجم ومن حيث الخدمات التعليمية والمراحل التي تغطيها، بما يوفر فرصة كبيرة لكل الموجودين داخل هذا الحرم المدرسي من الاستفادة من خطوات متطورة. ونحن في الواقع نعيش نهضة تعليمية متطورة نتيجة الاهتمام والمتابعة من سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. ولا شك أن تفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة بإطلاق اسم سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه على هذه المدينة الحديثة التي ستوفر آلاف المساكن مع الخدمات المتميزة في كافة المجالات التي تعني وتهم تعني بشأن المواطن وتهمه ويحتاج لها في نفس الوقت. هذا أولا يأتي تقدير ومن جلالته حفظه الله لجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو رئيس الوزراء حفظه الله. ونحن في مملكة البحرين كمواطنين نشعر دائما أن جلالة الملك دائما يضع في اعتباره وفي اهتمامه التقدير لكل من قدم خيرا لهذا البلد، وهذا حافزا للجميع في كل موقع بأن جلالة الملك متابع ويقدر ويثمن كل جهد يبذل. فهذا اليوم التسمية هي تقدير أيضا للجهود العظيمة والمتعددة التي بذلها صاحب السمو رئيس الوزراء حفظه الله. فالشكر والتقدير إلى جلالة الملك، واليوم البحرين تعيش إنجازات تنموية سيعيش بها الأجيال وسيستفيد منها إن شاء الله جيل البحرين الذي هو جيل أبو سلمان. بدوره أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن زيارة جلالة الملك المفدى للمحافظة الجنوبية ومدينة خليفة خصوصا يعطي الوزارة دافعا كبيرا لمواصلة الجهود، مؤكدا أن مدينة خليفة تأتي لتعزز مسيرة الحكومة في الملف الإسكاني، مشيرا إلى أن مدينة خليفة ستستوعب 50,000 نسمة بواقع 7,000 وحدة سكنية. بداية يسعدني ويشرفني أن أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى أيده الله بعظيم الشكر والامتنان على تفضله اليوم بزيارة المحافظة الجنوبية والإعلان عن تسمية المدينة بمدينة خليفة تيمنا بسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وتقديرا لجهوده الكبيرة ودعمه المتواصل للملف الإسكاني. ما في شك أن زيارة سيدي صاحب الجلالة اليوم للمحافظة الجنوبية والإعلان عن تسمية هذه المدينة بمدينة خليفة يعطينا احنا في وزارة الإسكان دافع أكبر لمواصلة الجهود. ما في شك أن مدينة خليفة تأتي اليوم لتعزز من مسيرة الإسكان ومسيرة حكومة البحرين في واقع الأمر في التعامل مع الملف الإسكاني،
وأتت لتنضم إلى زميلاتها من المدن الخمس لتقوم بتنفيذها الحكومة الموقرة تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة بتنفيذ 40,000 وحدة سكنية. هذه المدينة حال اكتمالها راح تستوعب 50,000 نسمة، ومقدر أن تصل عدد المساكن فيها في حدود 7,000 وحدة سكنية. احنا في الحقيقة بدأنا المرحلة الأولى تقريبا تجاوزنا 1560 وحدة سكنية. المرحلة الثانية راح تكتمل التصاميم وتكون جاهزة للطرح مع الربع الأول من العام المقبل 2018. طبعا هذه المدينة بموقعها المتميز تأتي لاستيعاب العديد من الطلبات الإسكانية لأهالي المحافظة الجنوبية وطلبات الإسكانية بشكل عام. والله ما قصر أبو سلمون، عسى الله يسلمك ويخليه إن شاء الله حق عيالي، ما قصر عيالي كلهم إن شاء الله حصلوا منه. والله البارحة فرحانين يوم قال لي ولدك إن شاء الله أبوي أشوفه حق بيته. الحمد لله. الله يعطيهم إن شاء الله العافية شيوخنا إن شاء الله كلهم يا ربي. ما قصروا. ما قصر. عسى الله يسلم أبو سلمون ويخليه إن شاء الله أبو علي أبو عيسى ما قصر والله الله يسلمه. الله يرحم والديهم إن شاء الله يخليهم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، يعني ان المشروع ما شاء الله جدا ممتاز، واحنا يعني متسعنا الفرحه طبعا بالخبر المفاجئ اللي جانا باتصالات من وزاره الاسكان، ونشكرهم على الجهود الطيبه اللي بذلوها، والحمد لله الكل يستاهل طبعا، ونقول شكرا لكم يا وزاره الاسكان على توفير السكن الملائم لنا. في البداية حبيت أشكر جلالة الملك على توزيع الوحدات السكنية ورئيس الوزراء ولي العهد، والحمد لله رب العالمين فرحانين بهاي التوزيع الوحدات، إن شاء الله الأمور طيبة. الحمد لله رب العالمين المشاريع تناسب المواطن البحريني، الحمد لله رب العالمين طلعنا عليهم والحمد لله رب العالمين. بالبداية أول شيء حبيت أشكر القيادة الحكيمة على توزيع الوحدات السكنية على المواطنين، وهذا يعني شيء فرحة حق الكل على توزيع الوحدات السكنية. من أحسن المشاريع، من أضخم المشاريع، والبيوت أكبر حجم يعني، ما شاء الله يعني منطقة جنوبية يعني توسع حق الكل. أشكر جلالة الملك وأشكر رئيس الوزراء وأشكر ولي العهد على البيوت، ومبسوطين من أحسن ما يكون، فرحين بالحصولنا على الوحدة السكنية، وأشكر جزيل الشكر على ما قدموه القيادة الرشيدة ووزير الإسكان من خدمات وتسهيل لحصول الوحدة السكنية للمواطنين في وبهذه وتزامنا مع قدوم العيد الوطني المجيد. والله احنا فرحانين والاهل فرحانين، ونشكر جلالة الملك على هالمشروع الطيب اللي فرحنا فيه وفرح اهالينا، وان شاء الله كل بحريني يفرح بهالمناسبة ان شاء الله. اي نعم شفناهم البيوت، والله من احسن ما يكون، ولمون حق المواطن يعني، ومن احسن ما يكون يعني ما فيهم اي شيء اي قصور. اشكر على جلالة الملك على هالبيوت الطيبة والفول حق جميع المواطنين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين الله وفقنا. زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تأتي لتؤكد على النهج الحضاري والاجتماعي الذي وضع لبناته حكام البحرين على مدى التاريخ، أساسه التواصل الوطيد مع مكونات الشعب البحريني عبر الزيارات المستمرة لمختلف مناطق المملكة. وما تمثله زيارة جلالته إلى المحافظة الجنوبية هو الحرص من جلالته على الاطلاع ومتابعة المشروعات التنموية والخدماتية لأبناء المحافظة وعلى رأسها المشاريع الإسكانية. المحافظة الجنوبية اليوم استبشرت بقدوم جلالة الملك لافتتاح هذه المدينة، ولله الحمد والمنة، وتفاجأنا بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان على إنجازاته على هذه المدينة، وهذا استبشار
للمواطنين بإذن الله تعالى. وهذه المدينة هي إحدى المدن الكبيرة التي تأسست في عهد الزاهر لجلالة الملك. الله يحفظ البحرين ويحفظ جلالة الملك من كل سوء. اليوم الجنوبية المحافظة الجنوبية تشرفت بزيارة كريمة من لدن سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، وهذه الزيارة ما هي غريبة على جلالة الملك، فهو متواصل دائما مع أهالي المحافظة الجنوبية. وما أثلج صدورنا وفاجأنا أن هذا الافتتاح المدينة الجنوبية حملت اسم عزيز أمر به سيدي صاحب الجلالة، هو مدينة خليفة، تيمنا باسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر. فنحن سعيدين جدا ونشكرهم على هذه المبادرات وعلى هذه المشاريع. تشرفنا نحن وأهالي المحافظة الجنوبية بزيارة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه إلى المحافظة. بهذه المناسبة نجدد العهد والولاء لسيدي حضرة صاحب الجلالة، ونعهد جلالته بأن نحن نسير على خطى جلالته في إبراز دور المحافظة وشباب المحافظة وأهالي المحافظة. أيضا نهنئ قيادتنا الرشيدة بمناسبة احتفالات مملكتنا الغالية بأعيادها الوطنية بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وعسى إن شاء الله تكون أيامنا كلها أفراح في أفراح إن شاء الله. جلالة الملك تواصل مع شعبه وحبه لشعبه، فهذه زيارة تعني لنا كثير كمواطنين كأهالي المنطقة الجنوبية. فدائما سيدي صاحب الجلالة جلالة يعني يكرم مواطنينا بزياراتها المتكررة إلى هذه المناطق، وهذه ندل على شيء إنما يدل على حبه وتواصله مع شعبه في هذه المناسبات وجميع المناسبات. احنا محظوظين جدا بالتواصل الدائم من القيادة الرشيدة مع الشعب، وهذا الأمر نثمنه احنا كثير. ولا شك زيارة جلالة الملك المحافظة الجنوبية دليل على التواصل مع أهل المحافظة، ونقدره ونثمنه احنا كشعب. ولما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من دور بارز في رفض مسيرة التنمية والعطاء لمملكة البحرين، أمر جلالة الملك المفدى بإطلاق اسم سمو رئيس الوزراء على المدينة الجديدة والمناطق المجاورة لها، تقديرا من جلالته لدور سموه في دعم المشاريع الإسكانية الاستراتيجية وغيرها من المجالات. تشرفت المحافظة الجنوبية وأهل المحافظة الجنوبية بالزيارة الميمونة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، وشرف جلالة الملك أهالي الجنوبية وأرض الجنوبية بتسمية المدينة الجنوبية باسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله ورعاه، تتويجا لمسيرة العطاء التي قادها سموه في تطوير مملكتنا الحبيبة وحلحلة الملف الإسكاني وتوفير المساكن والمدن الحديثة والبدائل الحديثة التي طرحتها الحكومة الموقرة لحلحلة المشروع الإسكاني وتوفير المسكن الملائم الذي يعني هو ضمانة من الضمانات الدستورية التي يضمنها دستور مملكة البحرين لمواطنيه. هذه التسمية وهذا والإطلاق هو شرف كبير لأهالي المحافظة الجنوبية. أول نشكر جلالة الملك على هالزيارة اللي فرحت قلبنا والصراحة، واللي أزيل فرح قلبنا أن المسمى يات على الأمير خليفة، وأنا أشكر يعني الملك على تواصله ويا الشعب ويا جميع الشعب كامل يعني من بعد هذه والمحافظات الجنوبية. والصراحة الملك يعني شو أقول لك، ملك الغلوب ملك الغلوب ملك الغلوب، والله يعطي الصحة العافية ويدوم الأمن والأمان على بلدنا الحبيبة مملكة البحرين. وفرحتنا ما توصف صراحة، فرحتنا يعني ما أقدر أوصفها بشيء معين أو بكلمة معينة، الفرحة في القلب. جزاهم الله خير، والله يخليهم لنا إن شاء الله. زيارة جلالة الملك المفدى للمحافظة الجنوبية لاقت ترحيبا واسعا وتثمينا كبيرا من أبناء المحافظة الكرام، تقديرا منهم لما يوليه جلالته من اهتمام وحرص على المواطن البحريني عبر توفير سبل العيش الكريم وتطوير الخدمات والمشاريع من خلال الوزارات والجهات الرسمية المعنية على أكمل وجه. زيارة جلالة الملك المفدى جاءت لتؤكد على مبدأ التواصل المستمر بين القيادة الرشيدة وشعب مملكة البحرين بشكل عام والمحافظة الجنوبية بشكل خاص، ومتابعة المشروعات التنموية والخدماتية وعلى رأسها الملف الإسكاني الذي يشهد قفزات كبيرة وهامة، كان آخرها هذه المدينة
العصرية التي سميت بمدينة خليفة تيمنا باسم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله لجهوده الحثيثة في رفض الخدمات الإسكانية في مملكة البحرين. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.